عشرة نسوان بالعربي حريم في بس نومة عادي فور دمي أطلعي فاصل يا بنت أمي نشرتنا الآن نشرة نسوان بالعربي حريم في بس نومة صرح مصدر جاب لي خبر ناوليني التوب ده نقوم نقرا نشرة نسوان والموقف بان أخبار وشمال موضة وكبان تخبري قلبي كرمال هلويش هذا شنو كمان يجيل بردي نشرتنا الآن نشرة نسوان بالعربي حريم زير سنومان كانت معكم شيالة الحال سجمل ميك اب تجازة منان نشرتنا الآن نشرة نسوان بالعربي حريم زير سنومان أهلاً ومرحباً بكم في نشرة نسوان لهذه الليلة وفيها بعد الفاصل نشرة نسوان النسوان ديل طالعين مالهم بست البيت وسايبين ربابة راها ليه؟ ربابة الربرابة طفشت ناس البيت من بيتهم والسبب ده نرجع ونشوف الخبر من أول عادي الله بجيكوا تسألني هاي بجيكوا تسألني ما تركزيني أنا زولة واضحة وصريحة والواضح ما فاضح هاي يا فدوة أنا مشيت لعرس ناس عمتك هاي مشيت ما تركزيني قلت لك مشيت هاي وخدتوا لي صحن العشاء وفتحتي لي الصحن ألقى ما فيه باسطة شاي ما كنت تقولي لي كان دي صرفي طرفي لو جبتوا لك معاي ما فوق حاجة يعني الجيران لبعض اي وانتي مالك بداكم يتماكل لما تيجي وقورك لا وقورك لا وقورك لا لما اللي حتى جريتها اي لقيت لابسة التوب ده زغط وقايلها انتي اي والله الرباب نحن عندنا مشوار مالو ما فوق حاجة عشو بقول لك عندنا مشوار ومارقين هاي امشوا يعني شنو بقعد انا برجعكم هنا شيخ وانا بقوم ورح رح كاكم اقفلي معاك باب الشارع لما تمرقي انت لما امرقي مش كان خليتي لي بيتك الليلة دوم وعدلتي لي دبتين بالغتي يا رباب ست البيت طلعت انت مقعدك ليه هسه شنو انا ذاتي طالعه فاصل نشرة نسوان السرسرة ولا النقة في كسرت الكلام وممكن تتحول لسغالة وتخلي كل الناس يهربوا منك زي رباب النقة أنواع زي دي راجلة ذات وما مريحة بعد نقة البيت عندها كمان نقة التلفونات شعيرية مكرونة سكسكانية أي عين أسمع لا دقيقة وجيب لي معاك صابون غسيل صابون سائل صابون فلاش أي وأول حاجة أهم حاجة السفنجات أهم شيء ما تنسى لي الماجي شفتي غايتي يا غادة أنا بصراحة كده البلد دي ما قدرت أعيش فيها أنا آخر حاجة قررت إني أرجع الهند أقفل الشقة وأرجع الهند أحسن أنت عارفة إحنا كل سنة بنسافر أوروبا الهند دي تحديدا قعدنا فيها قريب السنتين كده لحد ما تعلمت لهجتهم اتخيلي بقيت اتكلم نفس لهجتهم شوفك حبيبتي شلونك حبيبتي اجي يا غادة هي بس الهند دي اول حاجة ما في اوروبا في اسيا وتاني حاجة يا غادة ما بتكلموا زي اللهجة دي شو بدك حبيبتي ايديكي ما بتكلموا كده واو انت قصدك الهند الاسيوية وانت قصدك يا غادة لا انا قصدي الهند المدبلجة احسن تسكتوا دي ما بتقدروا عليها في نسوان زي ديل يتكلموا كلهم في وقت واحد ما في واحدة فيهم عاوزة تسمع الثانية أجي يا ربي جد بيضحكوا عليها الموضوع إذا أردت أن تكون متحدث مفيد
فعليك أن تكون مستمع جيد. عزيزة المرأة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الظاهر إنه رباب بتحب الفضة. شوفوها عمل الشن. دي ما بتحسنا وما للي حسي ما مشت الجامعة. أجيه عاد ما بخليها. يا بيت بتحسنا، هاي بتحسنا يا بيت. يا بيت مالك ما مشت الجامعة؟ ما هو أنا؟ انت شنو؟ انت واحدة نوامة تلاقي الليل كله مسهرة بالواتساب والفيسبوك، والصباح لما جت وراك القومة غلبتك. أنا بنتي مرقت يا يوم الهجمة والنجمة، وأنا يا يوم لما كنت قدرك أقوم الفجر جنس المواعيد ده أكون انتهيت من شغلتي كلها. عن إذنك راجع البيت. يا بنت ما كنت ماشي الجامعة؟ صح كنت لاحقة المحاضرة، بس الحمد لله أخذتها هسة. يا بنت أنا ما تميت كلامي. والله ناس الزمن ده الوحدة ما تنضمي معاها. أن إحنا زمان لما زول كبير ينضم معانا بنجيف نسمعه. سجمي يا بيت، يا بيت أجيفي أجيف يا بيت. يا بيت ها ده تخفينا على وشو سكاتك عليها. الله يا بيت يا بيت أجيفي. النجة بتاعت رباب فاتت الحد، انتقلت من الحي إلى المواقع الإسفيرية. صديقات رباب في الفيسبوك عقدوا اجتماع في بيت فدوى. سهى الشمشارة كانت في موقع الحدث وأدلت لنا بالتصريح التالي. سهى الشمشارة أهش مار شنو؟ أنا الآن في موقع الحدث، والنسوان قرروا إنهم يعملوا الاجتماع بسرية تامة لأن ربع عزبته. يا أخي قالوا بتكون الـ 24 ساعة منشطة النت. كده نسمع فدوى قالت لها شنو. فدوى الحاصل شنو؟ والله مهما اقول لك رباب دي كرهتنا كرهتنا عديل كده. يعني ما ممكن ما ممكن رباب دي اي حاله في الفيس ده تعلق عليها. ما ممكن. والعجب لو نزلت لك صوره يا اخي برضه ما بترحمك. ويا ريت لو تعليقات جميله، تعليقات بايخه 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 لدرجه غفت امل. شفتي قررنا نحظرها من كل الوسائل، من الفيس من الواتساب. حظرنا لك وتم حظر رباب الربرابة من جميع المواقع الإسفيرية، وتم طردها من الجروبات ومن قطعة البنات والونسات. تحى الشمشارة بيت فدوى. مرتفع حراري ساخن بسبب النقة واحتمال يسبب مشاهدات كلامية بين عادل وزوجته سامية. ارتفاع حراري في درجة الكلام بسببه طلع عادل يتهوى في الشارع وفات النادي وما جاء حتى منتصف الليل. ارتفاع في درجة هطول النقة حتى ساعات الأولى من الصباح. تشرق شمس النقة 8 مرات في الأسبوع. النشر الجوية قدمتها لكم أنا فاطمة كتاحة. يعني معقول لكن ذاته يا أخوانا يا أخي ما تشغلوا لنا مروحة ولا مكيف ولا أي حاجة. يعني معقول نقة وكمان سخانة؟ الله أوف. أصدرت جماعة لا النسوة بيان هام عبر الفيديو التالي. إليكم البيان. نعلن عن مسؤوليتنا التامة. نرفع تماما بعد انتشار ظاهرة الخطوبات المفتوحة. قررنا الآتي. عملنا قانون للكلام، واي واحدة فيكن لا تتكلم صح لا تسكت، ولازم توزنوا كلامكن وتحددوا ميجابايتات محددة للكلام مع الراجل والجارات، وتختار الأوقات المناسبة للكلمات الصحيحة. ممنوع منعا باتا المطاعنات والنقة، وأنا بكرر النقة وكثرة المشاحنات. وأي واحد نجنادة حنحظرها فورا زي ما حظرنا رباب حتى من ونسة الجبانات. فاهمين؟
لا نسوى. لا نسوى. لا نسوى. لا نسوى. انتهى. انتهت النشرة لهذه الليلة. أها. فور دمي اطلعي فاصل يا بنت امي. نشرتنا الان نشرت نسوان بالعربي حريق there is no man. صرح مصدر جاب لي خبر ناوليني الدوب ده نقوم نقرا نشرت نسوان والموقف بان اخبار وشمال موضه وتيبان تخبري قلبي كرمال هلويش هذا شنو كمان يجي. نشرتنا الان نشرت نسوان بالعربي حريم there is no man. كانت معكم شيالة الحالسة جميل ميك اب تجازة منال. نشرتنا الآن نشرت نسوان بالعربي حريم there is no man.